اشتاقت لك صار يومين ما شايفتك. صباح الخير عليك جواد. صباحك يا اسيل، صار لي زمان ما شفتك فعلا، اشتقت لك كمان، اشتقت للحديث معك يعني هيك. والله واني انت متغيره ايام اكون بالايام اللي يعني اكون موجوده بيها. لا لا انا امبارح جيت بس جيت متاخر، قام رجعوني الاستاذ فيصل معتز. تستاهل طالما تاخرت. قلت له خلص انا بجي بكره ان شاء الله، وفعلا هيك يعني كانت فرصه اني كمان ارجع اشوفك. جواد كنت بدي تقول لي اليوم انه حنحكي عن الدولار، طبعا هو له علاقه اليوم بالتقارير، انت ما عرف لحقت لو لا اللي اخذناها، كنا بدنا نحكي ايضا عن موضوع الايدي العامله الاجنبيه، كلها تخص موضوع الدولار وفرق العمله. اليوم انت بدك تقول لي حنتناول موضوع الدولار من اي ناحيه؟ هلا هو الرسمه رح تكون عن شيء رمزيا، رح تكون علاقه بالدولار، ولكن دولار كرمز للعمله بشكل عام وكيف هي قادره توجه احيانا وتحرك. يعني مثلا انت عندك مشروع شو ما سميتي جسور انفاق بنايات الى اخره، بس ضخيت لي اموال هذا المشروع بيتحرك بسرعه اكثر يعني. او انه عندك البيت بدك تعمريه، اذا ضخيت له مصاري بيتحرك اكثر، او عندك موظفين كذلك امر. بالتالي عصب الحياه هي تمام. العمله هذا من جانب خلينا نقول العام تمام، في جانب السلبي لحد ما اللي هو او الجانب السياسي خلينا نسميه. لا تعرفي انه لما بينضخ اموال باتجاه تفعيل الرأي العام باتجاه موضوع معين او تكثيفه، فكمان شفتي انه احيانا واحد بيشوف بالاخبار انه الموضوع الفلاني تم ضخ هالمبلغ من اموال مشان التلفزيونات والصحفيين والاعلام والى اخره، كلها يحكوا عن هالقصه بالذات. يعني توظيف الاموال لشيء ممكن يكون هو غلط او ممكن يكون يضر الناس. تمام، دعاية يعني نشوف ما بنعرف يعني، مش تكون يضر الناس، ولكن احيانا كثير كمان يكون مثلا عن الحروب، عن عرفت كيف يعني الفكره انه هل البروباغندا يعني بمعنى يعني صاحب راس المال متحكم. ايه تمام، فهذه القصه بدي تماما يعني فيني يوجه فيني يحرك يسرع. هالقصه هي رح نفهمها اكثر بس نشوف الرسمه يا سيد. والانسان يسعى وراء رزقه ايضا، يعني هو موضوع انه راس المال والدولار طبعًا. يخليك تتغرب من منطقه لمنطقه، يخليك تغير بيئتك حياتك في سبيل الرزق. لا شك، عم تذكر لما كل العالم توجه للخليج لتشتغل او على ليبيا او على ما يعني هذا الموضوع دار على كل الدول العربيه. طبعا هاي حاله طبيعيه. لا شوفي ليش ما كان في اجانب يجوا على بلدان العربيه يشتغلوا الى اخره، فاجانب يعني كان عندنا مجموعه يعني من طبعا كوريين يابانيين ويابانيين كثير من الجنسيات بسبب ايضا موضوع الدولار. تمام، يعني خلينا نقول انه هذا الشيء الايجابي، انه حدا طبيعي كل حدا يسعى لرزقه. اذا انا اخي انا مهندس، انا استاذ، انا مثلا دكتور بالجامعه، طبيب الى اخره، طبيعي اسعى لحياة افضل. انت اليوم القصد من الرسمه اللي حنتناول الموضوع بشكل ايجابي لو سلبيات راس المال. هلا على فكره ما فيني يعني خلينا نقول انه ما راح يكون بهالصوره هي انه هي سلبي او ايجابي. هو كثير هو تشبيه رح شبه الدولار بشيء معين حنفهمه بالرسمه، بس نشوفه غالبا نحن يعني نحكي عنه بخف حتى والفهم عنه بيكثر. أسيل كنا عم بحكي عن فكرة أنه طبيعي حدا يسعى لرزقه ويطور حاله، طبيعي أي إنسان، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة لما هالمصاري تدفع بيخلي يعني بيخلي الناس تنطوط من مكان لمكان، بمعنى تقدم تنازلات ممكن؟ الملون تعرفي جماعة الملون. تمام طبعا جماعة الملونين وجماعة المنافقين وجماعة اللي كل يوم برأيي وكل يوم حسب مين يدفع تلاقي يلا خلينا نعاطف فلان أو نبوس فلان. كتير يعني في برامج عم بشوفها على اليوتيوب أحيانا عم يجيبوا لك المذيع الفلاني هو المشهور، ما رح نذكر أسماء يعني عدد العديد من الأسماء يعني، تلاقيهم بيكون بتاريخ معين ضد فكرة تمام؟ بعد ما تغير بتغير الظرف بعد سنين نفس الموضوع. وين وصلنا؟ أسيل الرسم ماشي على قدم وساق. قدم وساق وأهم شيء القدم. هلا بعد شو رح أذكرك ليش قلت لك هي؟ لأنه أكيد الموضوع فيه شيء مثل ما أفهمت أني. بعدك ما مكملها جواد؟ إي طبعاً لسه ما بدي شوية وقت لسه أسيل. بصراحة لأنه هاي الشغلة بدها ألوان منيحة لازم حتى توصل الفكرة بشكل مضبوط. هي دقيقة بس إنه بتخيل إنه
انه بس وصلت الفكره يعني بس اتضحت بشكل يعني هو في خلينا نقول في عقده تفاصيل دقيقه في عقده صغيره تمام بس تنفك بتخيل انه راح تنفك توصل الفكره اي ان شاء الله فلذلك عم حاول انه يكون كم عودنا دائما يعني افكارك تكون غريبه ولكن توصل للمشاهد والله ما هذا ما واحد ما يتقصده انه واحد تكون افكاره غريبه ولا اخي ولكن تعرفي انه لا يعني انه الربط بين الفكره وبين انه تختار الموضوع وتوصله عن طريق مثلا شيء معين ما له علاقه اصلا بالموضوع هو هنا يعني اتصور هنا الابداع اللي انت تتميز به اسيل الفكره انه انت عم تدوري على وظائف الاشياء يعني شغله لها وظيفه معينه فانت رح تشبه هي الوظيفه بشغله ثانيه تمام ما لها علاقه بهذيك القصه تمام فهذا الشيء بيلعب دور فيه انه يمكن انه واحد يكون مركز رؤية فنان هي اكيد او يكون خياله اسرع من الحقيقه تمام انه خيال انت تتمتع بالخيال العلمي يعني خيالي خصب يعني خيالي خصب جدا فبينزل علي اذا بدك بقدوني الشغله ف فيعني خضت الصيف كلياتها فيك تأمني منها هلا كنا بدنا نحكي جواد عن الدولار انت قلت لي مو يعني هلا هدول كبنز يعني مو دولار انه عمله الدولار ولكن خلينا نقول الفلوس اللي تتحكم بالناس بس حتى ما نحرق اكثر الرسمه مالتك الى ان تكون انت مخلص ولا تقول لنا انه ما اخذت وقتي هلا اكيد لازم تكون هلا اسير لازم تكون الرسمه تكون جاهزه الرسمه خلصت او فينا نشوفها كمان نشوفها طبعا هذا كمان من نوع الرسمات اللي فعلا لازم واحد يعني يتعمق بها ويكون عنده فكره مسبقه بتخيل اذا بس واحد شافها نحن عم نشوف حذاء تبع الكابوي اها وصلت وصلت الفكره المهماز اللي هو بالعادة يكون نجمة بينكس فيه معدن ويصير خلف مشان الحصان يسرع وهيك شيء فهو هون هو العملة أو الدولار يعني الدولار كرمز للعملة بشكل عام طبعا هذا هو البوت أو هذا الحذاء هو خاص باللي يركبون على الحصن أو الكوبوي طبعا هلا هذا خاص لرعاة البقر الأفلام رعاة البقر تمام ولكن في شغلات بتعرف بتاخذ سمه عامه يعني مثلا هذا الجينز هو نحن بنلبسه صار اي صار يعني الكل متاخذ يعني نحن كان نسميه لبس كلاسيك بس هو اساسه من رعاة البقر يعني انا بتذكر لما كنا نسميه بنطلون كابوي كنا نسميه كابوي اي ف الرسمه بهيك المعنى هذا بمعنى انه غيرت النجمه اللي تصير بالحذاء خلف الحذاء الى رمز الدولار تمام يعني بمعنى الى على فكره يعني مكتب بحب اشرح ما هو مشروح المفروض ولكن هالشغله بتساعد لقراءه الكاريكاتير الربط بيناتهم هذا المهماز بيساعد الراعي انه الحصان يسرع او يتوجه يصير حالته اسرع تمام فهون نحن بدلناها فكمان انه المصاري تخلي الناس تصير طياره يعني مثل الاختراع اللي شفناه فعلا ووصلت الفكره جيد تسلم ايدك وعاش هالذوق الحلو وهالفن الجميل جواد شكرا لتواجدك ويانا